كنا نتحدث قبل قليل عن الإصرار والعزيمة اللي ما بدنا نحقق إشي. اليوم معنا يعني من نشمياتنا الأردنيات اللي دائما مبدعات وبكون عندهم هدف ومشروع ريادي. معنا حنين العسود. وحنين هي يعني سيدة عم تصنع العديد من الأمور الجمالية، إن كان من تصميم الأزياء، الأشغال اليدوية، العديد من الأمور اللي رح نتعرف عليه اليوم من خلال استضافتنا لحنين. أهلا وسهلا فيك حنين. أهلا فيك، نورتينا. يعني ألوان جميلة موجودة معنا، وهيك كلها ألوان هيك بتعطي الفرح، فأهلا وسهلا فيكي معنا في يوم جديد. تحكي لنا متى بلشتي بالمشغولات اليدوية وتصميم أيضا الأزياء؟ هلا أنا من وأنا صغيرة يعني بحب الرسم وبحب إني أكتب. حلو. فكنت دائما أعمل أشغال يدوية بس ما كنت أوثق هذا الحكي. تمام. فمن 6 سنوات أنا قررت إني أنا أفتح صفحة. أوكي. كانت بدايتي بالإكسسوارات والخلاخيل، أشياء يعني بسيطة للبنات. نعم. بس لما لقيت عليها إقبال للصبايا والسيدات. نعم. صار في تطور. نعم. التطور كان من خلال المواسم. حلو. يعني أنا كل ما يجي موسم عرس، أعياد، رمضان، فكنت أنا أبتكر لحالي فكرة معينة. بلشتي هيك؟ أو هيك بلشت. طب خلينا نبلش بالمعنى على الطاولة بعدين نروح للأزياء. أوكي. الجميلة اللي ورا. نتحدث عن هاي المكتوب اسم سارة عليها. نعم، هذا اسمه مروحة. باكج العروس. أوكي، باكج العروس. أوكي. نعم صحيح. هي مروحة مشغولة يدويا. قاعدة خشب كلها أنا اشتغلتها من الزيرو يعني. وبتستخدمها العروس يوم العرس إذا كان مثلا ممكن سكند لوك تفوت فيها مثلا. أوكي. أو مثلا في كمان هلا الترند إنه بيصوروا بالفندق. صح. اللي هو الفوتوشوت كذا، فممكن تستخدمها. ونحكي عن هاي المراية كمان. برضو هاي مراية اللولو. برضو شغل يدوي، هي قاعدة خشب. اشتغلتها كمان من الصفر كلياتها هاند ميد، شغل يدوي. طبعا المراية والمروحة يعني تقريبا كل وقت طويل والله. لأنه مشغول للأمانة بحرفية ودقة صراحة. طيب نتحدث عن الأطواق الموجودة معنا. أطواق الشعر هذولا نسميهم إكليل. أوكي. يعني ممكن تستخدمهم للحنة، ممكن للشاور بارتي، للعروس، ممكن يعني لمختلف الأعمار. ممكن نحطه بأكثر من طريقة، بنحطه على الرأس هيك أو بنحطه هيك حسب عشان هيك اسمه إكليل. أوكي. نتحدث كمان عن هدول اللي هون. هدول أطواق شعر برضو مشغولين يدويا كلياتهم بالخرز الكريستال. واضح لمعته. تمام. وفي معنا ألوان عديدة ومنوعة كمان، الأسود والكحلي. طيب نتحدث كمان عن هذا كمان إيش بتسموه؟ هذا بنسميه مثلا ممكن هيد بيس للعروس. وبرضه ممكن تاخده يعني لشوار بارتي او طوق، يعني له مختلف استخدامات. كثير حلو، تشوفوا اللمعه قديش واضحه. تمام. نتحدث عن التوزيعات الموجوده معنا بنسميها. اوكي. هدول لعيد الاستقلال. بس اذا باخذ كلوز لازم يعني هدول شغل يدوي بالحبك. يلا هاي اخذهم الدكتور مالك، حلوين جدا صراحه. تحكي لنا عنهم. هدول سيفونير بقدم انا لاي مناسبه، ان كان زواج، خطبه، مولود جديد، لجميع المناسبات. أي حدا بيحكي معي بيوصيني مثلا أنا بدي لمناسبة معينة، لفكرة معينة، الفكرة اللي أنت بتحطي إياها أنا بصمم لك إياها. صحيح. حلو. فيعني عشان قرب عيد الاستقلال. صحيح. حبيت أعمل يعني للاستديو فكرة إنه حلو. وعندنا هدول كمان تحدث هدول عنهم. مالتي شويس كمان، إنه تقدر تستخدمهم ميدالية للسيارة أو للتليفون. للتليفون. هدول كمان أنا فكرتهم إنه للكريسماس تعليقات. أوكي. للشجرة الكريسماس. فكرة لطيفة جدا حسب الديكور. أيوة باللولو. حلو. لأنه إحنا كمان عملنا فكرة مثل الفكرة هاي، إنه شيب الخرفان. برضو بس شجرة، نعملهم شجرة كشجرة لعيد الأضحى، بما أنه قرب عيد. أوكي. الأضحى طبعا هدول بالصوف الناعم. شو ما أحلاهم، حلوين حبيبتي. طيب نروح على تصميم الأزياء أو لا نحكي عن المعاصم. هدول المعاصم مثل ما أنا اللي لابساهم. إذا بيقرب
هلا بياخذها. اوكي هي اخذوا لي الهاي بالاول. هذول معاصم الريش. اوكي بنحطه هيك تحت اي لبسه بدك اياها لانه موت الريش هلا. ايوه يعني بسهل لك اذا بدك تلبسيهم تحت قميص تحت بليزر يعني لكذا استخدام. اوكي وفي نوعين، في هذا الريش وفي الدانتيل. هذا الدانتيل طبعا في كمان انواع كثير بس احنا جايبين سامبل يعني في دانتيل ناعم في دانتيل هذا بسموه القاسي شوي. بنلبس تحت الجاكيت تحت اي شيء بيطلع كثير حلو. ايوه زي ما انا هلا لابسه. ما بعرف اذا انس رح ياخذها. اوكي تمام نروح لتصميم الموجود معنا ورا نتحدث عنهم. ديري بالك. اوكي هلا اوكي بدايه بروب العروس. اوكي روب العروس كمان مع باكج العروس. اوكي هي روب العروس هذا كله طبعا شغل يدوي. اوكي بالحبة يعني ولولو وخرز يعني أمور جميلة جدا مع الريش. مع الريش ومن قدام طبعا باختيار العرسان تختار أول حرفين من اللوجو اسمهم وكذا اسمها واسمه اسم حرفها وحرفه اسمها واسمه. حلو جميل جدا. أوكي نحكي عن هذا البليزر نزلنا فيه جديد اللي هو الشولدر. يعني هلا في الموضه انه على الشولدر لما تتحرك بيكونوا متحركين في عليه الكريستال الناعم من قدام هو بيجي قصته سليم فيت يعني هو حلو. اكيد ببين القطعه بتبين على اللبس اكثر يعني اكيد طبعا اكيد تمام. هذا كولكشن رمضان هدول. اوكي اربع قطع هي بتيجي عباي مع حزام على الحزام والفستان والشال والعباي طبعا. أوكي. العباي كمان تقدر تلبسها الصبيه بدون الحال. الفستان على طبعاً. الجينز على ابيض يعني ومنهم الالوان المطروحه طبعا وفي كمان الوان ثانيه حلوين اللي هو منهم الفضي على الذهبي والفستقي والسومو والهذا. طب نحكي على الأخضر اللي هون هذا اسمه عباية الكاب كثير حلوة هاي شغل يدوي هي بس بتلبسها هذا كاب وبس بتحط إيديها فيها من قدام بس الإيدين بينه. أوكي حلو اللي هذا هو ساتان روزميري كثير حلو أو بتكون لابسة تحتي هذا الفستان أيوة. مثلا بيجي معه إذا طلبت منك تصممي لها بتصممي لها تسيلين. أيوة. تمام نروح على القطعة كمان اللي هناك حنين هاي معي. القطعة المفضلة والأكثر طلبا. أوكي تحكي لنا عنها هاي اسمها العباية المريحة حلو انه كسيده هي بدها قطعه تطلع فيها تكون ثقيله شك يدوي فيها كذا فكره بس بنفس الوقت انا بدي اكون مرتاحه فيها اوفر سايز بتيجي اوكي لا ممكن انا اذا بدها افصل لها على مقاسها ما في تمام. مشكله تمام. بس هي كفكره القماش انها مريحه لا جميله جدا. اوكي وحاط الريش هون والاحجار كم قديش لازم يحكوا معك حنين اللي بده حاب يفصل وايش اسم صفحتك اذا انا اسم صفحتي سيشل شوب 90 هلا كشغل يدوي حسب القطعه يعني مثلا زي المراي والمروحه تقريبا بدهم من 5 أيام لاسبوع بدهم شغل لانه بدهم شغل طويل يعني لا مثلا زي العباي من 2 لـ3 بتكون جاهزه حنين بدنا نشكرك نشكر تواجدك معنا ومبدعة وللأمانة شغل متقن جدا إن شاء الله كل التوفيق إليك وإن شاء الله هيك الكل الصبايا بيكونوا هيك عرايس حلوين وبيأخذوا من عند حنين شكرا لك حنين هلا بيكي ونحن مستمرين معكم فاصل ونعود.